هذه الأصوات الفلسطينية تعيش بيننا، يعني مش عايزة أقول لهم إنه يعني الحمد لله إن أنتوا عايشين وسطنا، إن إحنا نقدر نحضنكم ونقدر يعني على الأقل ناخد بالنا منكم أو تشعروا، أكيد ما حاسة بمشاعر المصريين. لا يعني أنا يعني أحمد ربي إنه أعيش هذه المحنة بين أهلي. الـ مش هقولك تعاطف، تعاطف بيبقى من طرف بعيد عن القضية. لأول مرة أحس، أنا مش بكلمك عن ناس أصلاً عندهم اطلاع على القضية وأكتيفيستس وأوريدي يعني مثلاً دارسين علوم سياسية، أكلمك عن الشارع، عن الست اللي بتساعدني في البيت اللي تقولي والله اللقمة بتنزل في بقنا بالعافية، والله المقاطعة، الناس اللي بتقولك أنا لا أنا لازم أشتغل، أنا بشوف الفلسطيني ازاي هو تحت كل اللي بيحصل له بيعمل وبيشتغل، هم قدوه لينا. فجاه لقيت الاطفال الصغيرين بالمدارس، كل المدارس، كل ولادي، كل الناس صحوه غير عاديه، وده مش بعيد عن مصر طول عمرها الحضن. وانا والله كلامي يعني كمصريه، انا يعني بقول لهم مصريه فلسطينيه حاسه اني عايشه بين شعب نفسه يعمل اقصى ما عنده. انا كل يوم كفلسطينيه بيعرفوا اصحابي ومحيط اللي حواليا بيجي لي سؤال، نساعد بايه، نعمل ايه، نساعد ازاي، وكاني انا سفيره الفلسطينيين هنا. بقول لهم والله احنا بنتبرع، واكثر التبرعات، واكثر مش عايز اسميها تبرعات، الاغاثه، اوكي، طبعا كلها يعني انا شفت بيوت والله في ناس برعوا بكل ذهبهم، كل ما يملكه. يعني الشعب المصري فعلا عايش القضية وكأنه فلسطيني زي أنا بالضبط. الحب اللي شفناه والاحتواء الفترة دي هو مش هيغير الحال، بس بيهدي كده، بيبرد شوية على القلب إنه لسه في طبعا حد حاسس طبعا مع الفلسطينيين. زينب، انت طبعا شيء لابسه الشال الفلسطيني وهديل، ده برضو نوع من الزي. هذا التطريز نفس تطريز التوب، بس صاروا عنا بيعملوه جاكيت او فستان او هيك، فهو جاكيت رسمي مطرز. انا عندي واحد زي ده، انا عندي واحد كان زوجته لابو مازن كان هديته لي يعني، وانا يعني من الحاجات اللي انا معتزه بيها جدا. كلموني عن ذكرياتكم بقى السعيده في غزه، اكيد يعني لما هديل قالت حكيتي عن ذكرياتك على البحر ومع العيله، زينب اكيد ليكي ذكريات حلوه. احنا كنا في الايام الدراسيه عندنا يوم الخميس ده يوم العيله، كنا كلنا نتجمع في بيت ستي اللي هو بيت العيلة، كنا نقعد نلعب. ستي الله يرحمها كانت تقعد تقول لنا فوازير بتاعت زمان أيام 48، الفوازير بتاعتهم، الفوازير، حتى الفوازير مرتبطة باللكنة بتاعتهم زي. بتختلف صراحة، فاكرة؟ مش فاكرة، بس انه اللكنة بتاعتها بتختلف تماما. تقعد تشرح لك مثلا الخيمة اسمها ايه اللي جوه، الحاجات باللهجة القديمة. كنا نقعد كلنا سوا، احنا كان ارتباطنا بخوالي هم اللي ربوني، احنا 24 ساعة يا اما هم عندنا يا احنا عندهم، بنخرج كلنا سوا، لما يحصل الحرب وكده نتجمع سوا، نقعد نعمل فشار، نقعد مع بعض، ما نكونش خايفين لان احنا كلنا مع بعض، نسهر نتكلم نقعد نضحك. لما كان انشغل بتاعت الاخبار وكده يقولوا لنا اليهود وصلوا المكان كذا، مش مشكلة احنا مع بعض قاعدين، بنخرج نتفسح. خالي كان جه هنا مصر بقاله كتير قوي، ما جاش مصر، جه قبل 7 اكتوبر ب4 ايام بس، قعد 4 ايام ومجرد ما ختم جواز السفر بتاعه قال لك لا انا هروح على غزة استشهد مع امي واخواتي ولاد اخواتي. كانت قامت الحرب يعني؟ اول يوم بعد هو وصل، سفريته كانت سهلة جدا، عدى الله. المعبر من المعبر هنا كان مقفول؟ لا كان لسه، كان لسه كان لسه اتقفل استشهد. استشهد الله يرحمه. حتى هو ما كانش يعني متكامل من خلال القصف، بس انه هو يعني كان عارف انه رايح يستشهد. غريبه. قال لك انا مش هسيبهم، هو لو تواجد هنا خلال القصف هناك كان ممكن يموت فيها. فاحنا كان يعني كنا دايما مبسوطين، كنا دايما بنهزر، كنا نيجي هنا على مصر هم ييجوا احنا نيجي نتفسح، نرجع تاني على غزه للدراسه. يعني كنا ما كناش يعني ما كانش في عندنا حزن
نهائي. كنا 24 ساعة نطلع على البحر، يحصل قصف الناس كلها بتضحك، الناس كلها بتهزر. في المدارس نرجع تاني على المدرسة، ايه انت لسه عايش، انت لسه بنهزر كأنه انت خلاص يعني لسه متواجدين. ما فيش محمد برضو اكيد لك ذكريات شباب وطفولة؟ ليست بالكثيرة، لكن أحاول أتذكر كتير آخرها. أنت معظم وقتك كنت هنا في مصر؟ لا، معظم وقتي كان في غزة. يعني أنا خرجت من غزة في 2016، وكنت بروح متقطع على غزة شهر شهرين وبرجع تاني مصر. بس السنة هذه أكثر فترة قعدت فيها، يعني خلال وجودي في مصر جلست 8 شهور في غزة. وبصراحة كنت بأحكي للشباب أنه ما شاء الله غزة متطورة، غزة سير فيها حاجات حلوة، فيها كافيهات، فيها مطاعم جديدة، فيها معارض سيارات جديدة. حتى صرت بفكر انه خلص بنشتري بيت وبنضل قاعدين في غزة، خلص بلاش مصر، مصر بنروح لها سياحة شهر شهرين وبنجي راجعين. فجلسة البحر لحالها في غزة يعني تكفي عن كل، يعني هنا في مصر لما بنزل الشيخ زايد، بنزل تجمع الخامس، ريحه البحر وين بدي ريحه البحر. يعني حتى اسكندريه احنا بنشبهها دائما في مدينه غزه، كنا بنحب ننزل الاسكندريه واحنا في مصر بس علشان اشعر انه احنا موجودين في غزه. حتى انقطاع التيار الكهربائي عندنا في غزه كنا احنا بنعتبره بنحوله لجلسه جميله، يعني بنلم الاصدقاء. يعني قبل، انا بتذكر قبل اسافر باربع ايام جبنا مطرب عندنا في البيت على العود، يا ريت كان معي الفيديو كان فرجيتكم اياه. جبنا مطرب عندنا في البيت ولما وولاد عمي وعمامي وجدي ووالدي قعدنا نغني وانبسطنا ومولعينها النار والكهرباء قاطعه.